صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا قطع مفراتهم، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتين، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء، تبتل منكم كربلاء بدم ولا، تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة، ومصائب الأيام تبقى مدة، وتزول وهي إلى القيامة باقية، وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية
للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتعفير جسمك بالثرى قطايا أمعانا وخايل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن حيدار على صدور المحب وبقلوبنا تخليك عارب غير تجفي وذبح الطفل ننسى آدم حال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على المطير يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقو ندخل الحاير بالبواج ولطم لص ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد القرآن الكريم وعند التأمل في آياته يحدثنا حول الحياة الإنسانية فالحياة التي يمر بها كل إنسان في هذا الوجود منها ما هو زائف زائل لا بقاء له ومنها ما هو خالد يجسد عين الحياة فالله تبارك وتعالى عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله يشير إلى هذه الحياة الفانية الزائلة التي هي عالم التزاحم عالم البلاء عالم الغربلة عالم الاختبار حياة إذا ما حسب المرء منا أنها حقيقة الحياة خسر حياته الحقيقية فالله يخاطب نبيه فيقول وللآخرة خير لك من الأولى لا مقارنة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة
حياة الدنيا هي حياة التزاحم بين الناس، حياة الغربلة وحياة الغربلة والاختبار، حياة الأمراض والأسقام، حياة لا سعادة فيها دائمة ولا بقاء فيها دائم، كل من عليها فان. ولكنك عندما تتحدث عن الحياة الأخرى، تلك الحياة التي هي سعادة أبدية، لا هم ولا غم ولا بلاء ولا تزاحم، كلها سعادة محضة للمؤمنين. ولهذا من قصور عقول الناس عندما يقدم الدنيا على الآخرة، من دلائل القصور في العقل عندما يقدم الإنسان دنياه على آخرته. من أراد أن يعيش حياة أبدية سرمدية فليضع عينه على الآخرة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ولكن للعسرى. نموذجان يتحدث عنهما القرآن الكريم. النموذج الأول حول إنسان تعلق قلبه ولبه وكيانه بالدنيا، ونموذج آخر تعلق قلبه وعقله وكيانه بالآخرة، وشتان بينهما، بين من تعلق بالزائل الفاني وبين من تعلق بالخالد الباقي. تأمل، نموذج قرآني يحدثنا فيه المولى عز وجل فيقول: ضرب الله مثلا للذين آمنوا، من؟ امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عرضت عليها قصور الفراعنة ولذائذ الدنيا ونعيمها، عرض عليها كل شيء دنيوي، ولكن ماذا جرى؟ الذي جرى أن هذه المرأة العاقلة كانت عينها على الآخرة، قالت ربي ابن لي عندك بيتا. فماذا كان مصيرها؟ أن صلبت ودقت المسامير في بدنها، ثم جلدت في الليل والنهار، ومنعت من الطعام والشراب لتقضي شهيدة فتحظى بالنعيم الخالد الباقي. أما قصور فرعون وأما نعيمه وأمواله وكل نعيم الدنيا فكله زائل. القرآن عندما يقول فأما من أعطى واتقى، قضية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وجد رجل فقير معدوم، وكان له جار ثري إلى أبعد الحدود. هذا الجار الغني المثخن الذي كانت عينه على الدنيا متعلقا بها، وجاره الفقير المحروم، أنتان تسمعهما في كل ليل، أنة من ذلك الغني يؤن من كثرة الشبع، وأنة من ذلك الفقير يئن من شدة الجوع. وتشأ إرادة الله تعالى أن تنمو نخلة في بيت الغني، ولكنها نمت ثم نمت وكبرت مائلة على بيت الفقير، أصولها في بيت الغني وأعذاقها رطبها تمرها يتدلى في بيت الرجل الفقير. تخيلوا هذا الرجل مع فقره، مع حرمانه، مع جوعه،
وجوع أطفاله كانوا ينظرون إلى التمر يتدلى في دارهم ولكن لا يحل لهم أن يأخذوا منه شيئا. فإذا جاء وقت أخذ الرطب والتمر وصل من نخل يأتي الغني ليصعد على نخلته ثم ليقطع عذوقها فتتساقط بعض حبات الرطب. أين تقع؟ في بيت الغني أو في بيت الفقير؟ تقع في بيت الفقير. فيأتي أبناؤه يهرعون يتصارعون على التمرة والتمرتين، فمنهم من يقبض التمرة بيده والآخر في فمه وفي جيبه، والغني المثخن ينظر إليهم ونار الغيظ يتطاير من عينيه، فينزل إليهم وينتزع التمر من أكفهم ومن أفواههم ومن جيوبهم. فتأذى الأب فما كان منه إلا أن مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكى له الحال، شكى له ما يجده من هذا الجار السيء. فجاء النبي مسرعا مبادرا فقال له: يا عبد الله، أتبيعني نخلتك المائلة على بيت فلان بنخلة في الجنة؟ انظروا إلى هذا العرض، أغري ها، يريد يعطيه أجر لكنه ليس دنيوي، يريد أن يضمن له مو نخلة بالهواء، تأمل، نخلة في وين؟ فهو ضمن له الجنة والنخلة معا، ولكنه لأنه شقي وممن يقدم الدنيا على الآخرة ويقدم الزائل على الباقي، فقال ضاحكا: يا رسول الله، إن هذه النخلة من أطيب النخل طعما ومن أكثرها ثمرا وإني لا أبيعها يا رسول الله. فرد النبي وأعذى النبي، لأن النبي يربي أقواما صلى الله عليه وآله، يريد منهم فيما لو تزاحمت الدنيا مع الآخرة يقدمون ماذا؟ الآخرة. هذا المؤمن الحقيقي، أصلا لا ينبغي أن يعيش الإنسان تزاحمات بين دنيا وآخرة. اعمل لدنياك كأنك تموت، لو تعيش لدنياك كأنك تعيش أبدا. الأمر الدنيوي لو سوفت فيه أو أخرته فلا بأس، ولكن واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا يوجد مقارنة بين الدنيوي والأخروي، العقلاء يقدمون الآخرة على الدنيا. أما هذا الرجل فآثر نخلة الدنيا على نخلة في الجنة. كان رجل يسمع التحاور بين النبي صلى الله عليه وآله يسمى أبو الدحداح، وكان يسمعهما يتحاوران والرجل يرد النبي، فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، لو جئتك بالنخلة المائلة على بيت فلان أتضمن لي نخلة في الجنة؟ قال: بلى. فمضى أبو الدحداح إلى الرجل المثخن الدنيوي، قال له: يا عبد الله، أتبيعني نخلتك المائلة على بيت فلان؟ فضحك وقال: سمعتني أقول لرسول الله ها صلى الله عليه وسلم من أنها من أكثر النخل ثمرا ومن أطيبها طعما، فطمعت فيها، والله لا أبيعها، لا أبيعها إلا. هذا أبو الدحداح خلى خطين تحت كلمة شنو؟ إلا شنو؟ إلا أن أعطى فيها ما لا أرجو، يعني يعطوني بها سعر ها ما أتخيل. قال له: أتبيعني إياها بأربعين نخلة؟ أربعين نخلة في قبال نخلة أصلا ما كان يحلم بذلك، وطبعا مو أربعين نخلة أخروية، أربعين نخلة شنو؟ زائلة دنيوية قد تموت في أي لحظة أو يضر بها الجفاف عندما ينعدم المطر والغيث. فقال: أتبيعها بأربعين نخلة؟ قال: بلى، أبيعها فورا. يريد بيعها أربعين نخلة، ليش؟ هؤلاء يقدمون المحسوس.
انظروا وعد الله للمطيعين، لهم جنة، لهم حور عين، لهم ولهم، كل هذا مدخر إليك. للأسف الإنسان لما يتعلق بالحسيات ما لم يرى ذلك عيانا ويعيشه حسا لا يؤثر فيه. أمثال هذا تعلق بالماديات، قال بل أبيعها بأربعين نخلة، فأبرمت الصفقة بينهما وعقد بينهما فباع واشترى وأشهد على البيع. هذا الرجل أبو الدحداح ممن عينه على الآخرة، وقف على باب مزرعته، كل ما يملكه في الدنيا أربعون نخلة، كل اللي ملكه بالحياة هي مزرعة يعيش فيها هو وأطفاله وعياله. وقف على باب المزرعة: يا آل أبي الدحداح اخرجوا من هذا النخل، فقد استبدلناه بنخلة في وين؟ في الجنة. إجا إلى النبي قال: يا رسول الله، ها النخلة المائلة لك. قال: يا أبا الدحداح، ونخلة الجنة ماذا لك؟ ولك نخلة في الجنة يا أبا الدحداح. انظر شتان بينهما، فعندما يقول المولى في أحدهما: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما ذاك الشقي، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ولكن للعسرى. المؤمن دائما عينه على ما يوصله للخلود. حياة الدنيا زائلة فانية هي بكل ما فيها، ائتني بسعادة دائمة، لا يوجد سعادتك مع زوجتك يوما ما ستنفصل، سعادتك مع أولادك يوما ما ستنفصل، سعادتك بأموالك يوما ما سترحل عنها ويرثها أبناؤك، بيتك الذي أجهدت نفسك في بنائه سيأتي يوم وتودعه. لا يوجد شيء في الدنيا باقي، في الدنيا باقي، كل شيء فان زائل، ولكن الآخرة هي عين البقاء. ولهذا الدنيا محط الفناء، فقانون الله حاكم، كل من عليها فان، قانون إلهي. إذن كل واحد منا يعتريه زوال. نعم، من أراد أن يكون خالدا والخلود والبقاء لله فقط، ولكن العباد يمكنهم أن يكونوا من المخلدين الباقين في هذه الدنيا عندما يتمسكوا بأزمة الخلود. يوجد أمور تخلد الإنسان وتبقي الإنسان، لكنه لا تبقي جسدا ولا ماديا، تبقي الجوانب المشرقة منه. بعبارة أخرى، يرحل من الدنيا ويبقى ذكره المشرق مضيئا في أفق الحياة، ويبقى ذكره متربعا على قلوب الناس. أما مسألة البقاء الجسماني فلن يبقى أحد. صحيح هناك ميزة لأناس خلدهم الله تعالى ذكرا وجسمانا، ولهذا أول المخلدات، المخلدات التي تبقي الإنسان في هذه الدنيا كثيرة، وعلى رأسها الشهادة. فالله عندما يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل ماذا؟ أحياء. هذه الحياة على نحوين: إن كنا نتكلم عن حياة الآخرة، بل أحياء عند ربهم يرزقون، إشارة إلى النعيم المقيم الذي توعد الله به عباده الشهداء الذين تاجروا مع الله. شلون؟ الله يقول: ومن الناس من يشري، يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه. شيري من هذا البيع ابتغاء مرضات الله، هذه تجارة، البائع فيها العبد،
والمشتري فيها هو الله، والمثمن يعني البضاعة المباعة هي الروح، أغلى ما يملكه الإنسان، والثمن فيها هو ماذا؟ الجنة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهادة هي أول المخلدات التي من وطأها بقدمه، عندما يضع الإنسان رجله على سلالم الشهادة يكون خالدا. انظروا إلى جميع الشهداء في الدنيا، خلدهم المولى تبارك وتعالى، وهذا الخلود للشهيد ليس خلودا فقط ماذا؟ ذكريا. يجب أن يعلم بأن الشهداء لهم ميزة من المخلدات الشهادة، من المخلدات العلم. لو جئت للشهداء والعلماء الربانيين فإنهم مخلدون على نحوين، خلود الذكر وخلود الأجسام. عادة الشهيد عندما يقتلوا في سبيل الله عز وجل حتى أجسامهم تبقى ماذا؟ محفوظة، لا تتحلل، تبقى. ولهذا انظروا صدام حسين عليه لعين الله، هذا الرجل قتل من العراقيين الكثير الكثير وأراق دماء الأبرياء، لكن تعال معي السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، الذي هو ضحية وخسارة خسرتها الأمة عندما قتله وغيب قبره وغير ذلك مؤخرا، وبعد النصر الذي أراده الله عز وجل وسقوط ذلك الطاغية، عندما فتحوا قبره جسده هو ما تغير، حتى الرائحة الزكية تشم من بدنه. تخيل، انظر، سنوات مترامية والبدن كما هو. عندما نزل سيل وانحدر على جبل أحد فنزل على مقبرة أحد فأخرج الأجساد من قبورها واقتلع الشجر والحجر والمدر، فأخرج أجساد الشهداء أحد، وإذا بأجسادهم هي لم تتغير، أبدان غضة طرية ما تأثرت بعد 40 عام. تخيل 40 سنة، حتى أن جابر بن عبد الله جابر الذي هو أول زائر للإمام الحسين عليه السلام، جابر أبوه عبد الله أحد الشهداء، جابر جاء يبحث عن جسد أبيه فرآه، تخيل بعد 40 سنة، وحمل جسد أبيه على كتفه لأن الأجساد تبعثرت. تخيل أنت تشيل جثة بعد 3 أيام 4 أيام، شو يصير؟ تتهرى بين يديك، تتبضع قطع. لا، شايلنا يقول رواية تقول رفع جسد أبيه على ظهره محمولها وذهب به وحفر حفرة وقبرا وواراه. شنو هاي الأجساد المتماسكة؟ شاء الله تعالى أن تبقى لتكون آية. ولهذا خلود الشهداء ليس فقط خلودا ماذا؟ ذكريا. نعم، هناك خلود ذكري، وذكر الشهداء بما جسدوه من مواقف بطولية تعطي دروسا للأجيال ستبقى خالدة، كل بحسبه وكل بقدره. عندما نتكلم عن الشهادة ونعرف قيمتها وكيف أنها بوابة من أعظم الأبواب وطريق من أسرع الطرق الموصلة إلى الله، وهي طريق الخلود، نعرف لماذا أن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يتزاحمون بين يدي النبي يطلبون منه الدعاء لهم بالشهادة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الفجر، فلما فرغ من صلاته أدار وجهه فرأى شابا يصلي من ورائه، ولكن شاحب الوجه غائر العينين
مشقق الشفتين، قال له النبي: كيف أصبحت يا فتى؟ قال: يا رسول الله، أصبحت موقنا. اليقين درجة من درجات معرفة الله عز وجل، وهذه الرتبة لا يصل إليها الناس بسهولة، تحتاج إلى رياضة عبادية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مزيد الانكشاف والمعرفة اليقينية وتفتق البصيرة الباطنية لا يكون بسهولة. هذا الرجل واصل إلى درجة اليقين، أتعرف ما يعني أن يكون المؤمن متيقنا؟ يعني عين البصيرة منفتحة عنده. كلا لو تعلمون، شنو علم اليقين؟ شي يصير؟ قال: لترون الجحيم. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسيره الميزان يقول: لترون، مو في الآخرة إذا وصلتم إلى اليقين لترون الجحيم، مو في الآخرة، بل ترونها وأنتم، وانت بالدنيا. الإنسان إذا رفع الحجب الباطنية كما يقول علي عليه السلام في صفات المتقين: هم والجنة كمن رأوها فهم فيها يتنعمون، وهم والنار كمن رأوها فهم فيها يتألمون أو يتعذبون. مضمون الرواية في النتيجة وهم في الدنيا وليس بعد الموت، هم في الدنيا. فلهذا اليقين معرفة راقية جدا من مراتب معرفة الله. إذن هذه المرتبة يقبض عليها الإنسان. هذا الشاب يقول: يا رسول الله، أصبحت موقنا. يعني شوفوا الدرجة اللي هو واصل إليها شلون، يوجد درجة أعلى منها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن لكل يقين آية، فما آية يقينك؟ كل يقين إلي علامة، أنت تقول متيقن، عطني علامة. قال: يا رسول الله، إن يقيني هذا هو الذي أيقظ، هو الذي أضمأ هواجري، وحرمني من النوم، يعني لا ينام، لا يأكل، لا يشرب. يقول: يا رسول الله، وأنا معك الآن كأني أسمع زفير جهنم. القرآن يتكلم، لها زفير، لها أصوات، يقول: أنا وياك لكن قلبي يسمع ماذا؟ جهنم، تقلباتها، أنين الناس فيها، وغير ذلك. شنو قال النبي؟ قال: إن هذا رجل نور الله بصيرته. النبي ما كذب، ما قال يدعي زورا، لا، قال هذا نور الله ماذا؟ بصيرته. هذا الشاب مع ما بلغه من المعرفة الإلهية، شنو طلب من النبي تتوقعوا؟ التفت إلى النبي فقال: يا رسول الله، ادعو لي بشنو؟ بالشهادة، في شيء أعلى يريد يوصل إليه، لأن فوق كل بر بر، كل بر فوق بر، لكن حتى يقتل المؤمن في سبيل الله، إذا قتل ونال هاي المرتبة فليس فوق هذا البر بر. لاحظوا على ما وصل إليه من اليقين، همه، أمله، رغبته أن يقتل في سبيل الله. لماذا؟ لأن الموت في سبيل الله بوابة من بوابات الخلود. يبقى الإنسان له ذكر خالد، ولهذا الشهداء هم وقود الحركة في الأمة. أمة لا تعرف قيمة شهدائها أمة جاهلة، لأن الشهداء الذين يقتلون من أجل القيم، من أجل المبادئ، من أجل الحقوق، من أجل الإنسانية، إحياء ذكرهم هو في الواقع إحياء للمبادئ التي قتلوا من أجلها. الحسين روحي فداء، قتل
منذ سنين طوال وبعيدة، ولكن لا زال ذكر الحسين يتجدد، لا يتجدد مصابه فقط، بل يتجدد الحسين بمبادئه، بقيمه، بأسباب ثورته، بأهداف ثورته، بالنتائج التي حققها الحسين. ولهذا تجدون بأن الحسين عليه السلام هو وهج كل تغيير في الأمة إلى يومنا هذا. وما شهداؤنا الأبرار إلا هم ماذا؟ نموذج مصغر لهذا الطريق الذي أسس له من؟ أبو عبد الله الحسين. ولهذا عندما نجتمع في ذكرى شهيدين فقدتهما الأمة، أو في ذكرى أي شهيد من شهدائنا، لا بد أن نعرف ما قدمه أمثال هؤلاء العظام من أبنائنا من أثر ينبغي أن يكون له وقع في قلوبنا، ينبغي أن يتحول إلى جذوة تبعث في الناس وفي الأمة وفي الصغير والكبير وفي الرجل والمرأة الأمل. لابد أن نعيش الأمل. أمثال أولادنا الذين رحلوا لم يدخلوا ها بوابة تغلق عليهم فينسوا، بل سيبقون من الخالدين، ستبقى ذكرهم، مبادئهم، مواقفهم خالدة. وكل نصر يتحقق، كل نصر سوف تكون للشهداء بصمة لا ينبغي أن تنسى. ومن هنا تجدون أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أشعل وهجا لا يمكن أن يطفأ لهذه الأمة التي كانت تحتضر. كثير من الناس عندما يذكر الموت ترتعد فرائصهم، يخاف، ولكن نجد الحسين عليه السلام ومن على منهجه من الشهداء منطقهم لا أرى الموت إلا شنو؟ متى يتحول الموت الذي هو بعبع عند الكثير من الناس، يضطربون عندما يرون ميتا، وينقبضون عندما يشيعون ميتا، وعندما تعتري أحدنا علة تقلق عافيته يخشى من الموت فيضطرب؟ متى يمكن أن تنقلب المفاهيم فيتحول الموت إلى سعادة؟ والموت الذي في نظر الكثير من الناس فناء يتحول إلى خلود وبقاء. هذا هو إذا ما غلف بمبادئ الشهادة الحقة في سبيل الله. ولهذا لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين ماذا؟ لبرمة، خسارة، فناء، مضيعة لحياة الإنسان. ولهذا هذا الذي يحرك الشهداء فيقدمون أرواحهم لله عز وجل. عندما يقول الحسين تركت الخلق، بغض النظر عن صحة السند في هذا البيت، ولكن ما يتناقل، تركت الخلق طرا، سواء كان قاله الحسين أو على لسان حال الحسين، تركت الخلق طرا، هذا لسان حال منه كل شهيد، كل الشهداء تركوا من ورائهم الآباء والأمهات والزوجات والدور والأموال، فقط عينهم على من؟ على الله. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك مهما نزل. ولهذا العارفون بالله مهما ينزل عليهم مع الله، يقف الحسين يحمل رضيعه. تخيل الحسين فقد من فقد من أبناء وأحب وأنصار حتى بقي مفردا وحيد، حمل البقية الباقية وهو الرضيع،
وقال هذا الطفل لا يدري ما الغاية ولا اقترف جناية، خذوه فاسقوه. فجاء الجواب بسهم طائر لم ينتهي إلا بذبح هذا الرضيع. وإذا بالطفل ها يرفرف كالطير المذبوح، يرفرف بين يدي أبيه. ماذا قال الحسين؟ قال اللهم إن كان هذا يرضيك ها فخذ حتى ترضى. هذا منطق من؟ الشهداء الذين أعدوا أنفسهم مهاجهم أولادهم أموالهم لله عز وجل. ولهذا يا أحبتي الحسين قدم كل ما يملك، كل ما يملك لله عز وجل، فصار من الخالدين. هذا الرجل الجليل الذي وقف ليحيي دين الله، ليدافع عن المستضعفين، ليحيي القيم الإلهية، هذا هو منهج ومنطق كل شهيد رسالي، كل شهيد واعي. هذه هي المبادئ التي يستندون إليها، لا يخافون من الموت كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا وما ولم تمضي الأيام تلو الأيام إلا والحسين على بوغاء كربلا. مبضع بالسيوف بالرماح بالنبال، وزينب واقف عند جسده ماذا تقول؟ ومحمدا هذا حسينك بالعرى مرمل بالدماء. سعد الله قلب زينب ترى الحسين على بوغاء كربلا، تهرول نحو جسده ثم ترمي بنفسها علي، فتضع يدها تحت جسد الحسين ثم ترمق بطرفها نحو السماء وتنادي إلهي هذا هو منطق كل أب، كل آباء الشهداء أمهات الشهداء، إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم تنظر للقوم يا قوم أما فيكم رجل مسلم؟ ما تريدين يا زينب؟ قالت يواري بدن ابن بنت رسول الله. نادى ابن سعد أجيبه زينب، قالوا يا ابن سعد أنحفر حفيرة ونواري جسد الحسين؟ قال لا لا، بل علي بعشر من الجياد، وجاءوا بالخيول صاعدا نازلا على صدر الحسين. سعد الله قلب زينب كأني بها تخاطب شيعتها، يا شيعة الكرار ما بيكم حمية؟ ما كان قد تكفان رحت الغاضر.
لماذا يا زينب قالت وشلت حماكم لا تدوسه لعوجية وجبت حريمة لا تروح بيسر كفا قوم نروح الكربلاء نغسل الشفا ونشي الجسم حساين ونفصل الأجفاء وراسه يشيع النزلة من فوق لسنا والحرم نرجعها ولزاين ابنا خد خما ليش ضلت ترائي مسلبة وحسين مطره وعدها عليل ومن ونين يذوبر حرمة بلا والي وتنادي وين نار وحسين بالي نبيتا مصغار وكبر حرمة وضعيفة ودمعة بالخد همة وتصيح وين أهلي وعمايا متعاين الحق شو عندك يا زينب عندي جنازة معطلة ولا عندي يرجع سمعت يا شيعي عبها المصايا مثل أصا ما غسلوا ولا لطموا في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا علي رداء عار تجول علي الخير عادية يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلى الحق آمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولسيما من اجتمعنا لأجلهما وسببهما اللهم ارحمهما برحمتك واسكنهما الفسيح من جنتك واحشرهما في زمرة محمد وآل الطاهرين وعندك نحتسبهما يا رب العالمين إلى روحيهما وإلى أرواح شهدائنا الأبرار جميعا وإلى أرواح علمائنا الأخيار نهدي وإلى أرواح موتاكم نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.